حابين احنا نشكر مدارس النظام وخاصة دكتور مصطفى العفوري واستاذ دعاس عشان هم دعمونا وخاصة ماديا ومعنويا في هاي المسابقة. وان شاء الله والحمد لله جبنا احنا المركز الثالث على الاردن في كلا المسابقتين، وان شاء الله يكون مسارنا مكمل في مصر. نشكر المدرسة اللي دعمتنا على هاي الفرصة الطيبة ان نشارك في هاي المسابقة ودعمتنا ماديا ونفسيا، وكل شكر لكم على هاي الفرصة اللي خلتنا المدرسة خلتنا. أشكر أستاذ محمد وأستاذ أيمن. الحمد لله طلعنا بجوائز قليلة اللي هي جلد المركز الثالث بلوك الإفطار المركز الثالث سوا، إن شاء الله نرفع رأس المدرسة في مصر. شكرا كثير للمدربين والأستاذ إيهاب والأستاذ محمد عبد. وإن شاء الله نرفع اسم وطننا في البطولة العربية انتقام لمصر. ونرفع اسم مدارس النظام الحديث. شكرا.